يعني انت الفن وارسو؟ يعني انت الفن وارسو؟ مش عارف انا والله. وزي ما عودناكم كل يوم حنتكلم على كفاف جديد، قبلي بحري مفيش فرق. كل يوم حنجيب كفاف، كفاف باين على الساحة، كفاف مشهور، كفاف لو نزل اي بلد الناس كلها تعرفه. حنتكلم مش حنجيب كفافين هابة، اسوان لوكسر كل واحد مفيش فرق، كلنا اخوات وكلنا في الهوى سوا زي ما بيقولوا. النهاردة حنتكلم عن كفاف عدى الحدود في الخانات، اتكلم على الحزن، اتكلم على الفرح، اتكلم على الحب، اتكلم على الغرام، اتكلم على الخيانة، اتكلم على المعيشة، اتكلم على الغلاء، اتكلم على الدول، اتكلم في السياسة. من بعض خاناته دخلت في موضوع في سياق السياسة. نهاردة معانا كفاف فريد من النوع بتاعه، كفاف يختلف عن أي كفاف. الكفاف ده عودنا يوميا يلقي لينا كلام جديد، ما راحش ليلة قبل كده وعاد خانة مرتين. مين هو الكفاف يا علي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين صفحة الحق ربيع أبو خشبة. كلامنا النهاردة عن أخونا وحبيبنا أو أخواتنا وحبيبنا ناس لوكسور المحترمين، أخونا وحبيبنا أحمد حسين الروافعي، وأخونا الثاني أحمد أبو بيبو الرافعي، الراجل المحترم الشاعر الكبير اللي هو صيته من شلال، من الشلال وقور عواضة لحد عبابدة جنة. أخونا أحمد حسين وأخونا أبو بيبو المحترم، وبفرح جدا لما بشوفهم دقين قدام أي فنان، مش شرط الإمبراطور ياسر رشاد بس أو عمار، لا قدام كل الفنانين مشرفينا والله، وثبت وجودهم بمعنى الكلمة. الناس قاعدة على الساحة ليهم 4-5 سنين اسمهم لابق، ما تغيرش منه ولا حتى تمسح منه على الساحة، لازال مذكور. لو غابوا ليلة الناس بتسأل عليهم ليه ما دعتوش فلان. الدور بتاعهم في أي بلد معروف باسم الروافع، بينزل يدق في أي مكان دورهم معروف باسم الروافع، ما بيتنداش باسمه الخاص، اقصر الروافع فقط لا غير. لكن هو أحمد حسين مشهور أكثر من نار على العالم. وفي حتى يا أخوان عشان تفهموها، الكفاف مش شرط يكون صوته حلو، دراج الكفاف بيرفع موضوع، بيبدي بيت القصيد بقى والفنان ومهارته فرصته كمل والفنان يرتجل. الكفاف عشان تفهموا النقطة دي، فنان الكبير ياسر رشاد بيدي المايك للكفاف يرفع خانته، ومن حق الكفاف يرفع خانته في المايك، ولو مش عايز يرفع ما برضي حاجة ترجع له. في كفاف بيرفض انه يمسك المايك يرفع الخانة، وفي كفاف بيوقف جنب الفنان والفنان بيلفيله المايك يقول له ارفع خانتك حقك تظهر على السوشيال ميديا. ففي واحد يقول لك ده صوته وحش، هو مطرب. الكفاف بيرفع الموضوع بتاعه، بيرفع خانته، بيرفع الخانة بتاعته اللي هي بيت القصيد، والفنان بيرتجل عليها. يبقى ما الصوت مش هيفرق هنا يا عم علي، حلو أو وحش. والخانة هي هي عبارة عن بيت شعر، هو بيت القصيد. هو إيه الكف؟ من ضمن الكف فن اسمه فن الواو. فن الواو ده بيبقى ليه سامر، بس غير السامر اللي انتوا بتشوفوه على السوشيال ميديا. سامر ده بيكون قاعدة كده، قاعدة كبار فرشين الحصير وعاملين الشاي وبيقعدوا، كل واحد بيرمي ايه، بيرمي موضوع بفن الواو. كل يعني واحد بيرمي موضوع، بمعنى مثلا هنقول حاجة بسيطة، يعني مثلا انا من عشاق فن الواو وبحبه، مثلا بتقول كي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، ما تلومش علي خالي جرى علي الزمان معذور، حزين انا من يومي طبقت علي الاحزان من اول ما عيني شافت النور، غلبان وماشي في الطرقات قالوا لف ودار وانا متى بعرف الف ولا دور، والدنيا كويان بنارها تقولش مولعة فيه ببابور. أحمد حسين بقى وأخونا الثاني أحمد الرافي الرجل المحترم، الرجل الشجيان والرجل، يعني بص الناس دي طالعة من الأرض زي حالاتنا. ولذلك يعني الحاج ربيع لما جاء بيقول لي والله عايزين نتكلم عن أحمد حسين، قلت له لا، زي أحمد حسين هتتكلم عنه اتكلم على فريق الروافع، الناس المحترمة اللي مشرفانا في أي مكان، اللي أول ما بيمسك المايك ثابت ما بيتهابش، إن كان هو أو أخونا أحمد الثاني أبو بيبو.
الناس بتبقى واقفه مستنيه انتباه، زي مدرس بيلقي الدرس بتاعه على التلاميذ بتوعه. في كفاف باقي ترسم يقول لك يا راجل ده مصوت، مالك انت ومال صوته؟ لا ده احمد حسين بالعكس حنجرته بيز بيز، يعني حاجه صوته تخين حلو يعني قوي قوي تمام. ولذلك انت يعني مهرجان فرحه ما شاء الله كان مهرجان، كلمه اهل مهرجانات اللي الواحد يتكلم عنها. من ضمن الخانات اللي شهرت احمد حسين الروافعي واحمد الروافعي خانات الجناس، زي ما قلنا لكم من ضمن الخانات اللي تشهروا بها فريق الروافعه لوكسر بقياده الكفاف المحترم احمد حسين خانات الجناس، من اقوى الخانات اللي بينزلوا بيها قدام الامبراطور ياسر رشاد وقدام العملاق عمار ابو يحيى خانات الجناس. ربنا يوفقك يا احمد انت وكل حبايبك اللي معاك ان شاء الله، ودائما نشوفكم في الافراح عمرنا والله يا رافع راس، ودائما في تقدم ان شاء الله، ويا رافع راس محافظ الاقصر تما. في كل فيديو حنتكلم على الكفاف عشان في بعض الناس، احنا كلنا شربنا من نيل واحد، النيل جاي من اثيوبيا عدى على اسوان والسودان والبلاد دي كلها، وعدى علينا احنا فسنا، وعد على الاقصر والحاد فرع دمياط ورشيد، يعني احنا ما فيش بيننا ما بين بعض كرهانات. الناس اللي هي بتطلع بتشعل نار الفتره تقول انت الكف عندنا واحنا عندنا مش عارف القادر، الراجل القادر الله يرحمه ويسامح ابو عبد الله على راسه من فوق، ده نقطه ما نقدرش نتكلم فيها كلنا لا بحري ولا قبلي، لانه خلص الكلام، لانه عليه رحمه الله خلص الكلام. فالناس اللي هتجينا في الكومنتات تقول احنا الفن عندنا، والله واحد يقول لي قال احنا الفن عندنا في ضراو، يعني انت الفن وارثه؟ مش عارف انا والله الفن واخده راسه. واحد يقول انتوا اسنا بصراحه احنا عندنا المتعدد بكفافين اسنا، يا سيدي الراجل ابو عبيده راجل عسل وشرفنا جيت وفسنا عندنا، بس مش بسنا مال اسنا ومال الكفاف بنيني. طب ما احنا عندنا كفافه قادر اجيب لك لا مؤاخذه في الكلمه عمر العبادي بتاعنا بتاع بويل بيرفع خانات، يعني لا مؤاخذه ممكن يكون بيقتبس الالحان بس بيرفع خانات شكل، قادر اقول لك الكفاف اللي عندنا. بس يا اخواننا في الاخر ده هوا، احنا كلنا بيجمعنا ايه؟ بيجمعنا سامر واحد، يعني انتوا بتاجوا عندنا احنا بناجي عندكم، تبادل ثقافات يا سيدي، بناجي عندك بناخد منك وانت تاخد مننا والدنيا ماشيه بالحب، لكن مش ببلدنا وبلدك، ليه احنا نوصلها للبلاد؟ احنا ما وصلناش لمرحله البلاد، احنا مش من الناس المتعصبين اللي ايه؟ اكشح لك انا بدي لك لايك والله بقول لك، يعني ان انا قريت كلامك، انا لو عايز ارد عليك راح ارد عليك، بس كلامك مش بلاش فينا. بلاش ندخل البلاد، كل واحد احنا انسابنا واحد وكلنا قبائل واحدة وناس بعض، وكل واحد شايف نفسه احسن من الثاني. محدش بيقول يا رب تعسني، لا 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 لا، اسنا ادفو، يعني مراكز ادفو الاسوان لحد ما توصل خور عواده والشلال، كلنا ناس واحد يا اولاد والله، كلنا قبائل واحدة وناس بعضينا، ده احنا في الواجب بنبقى مع بعض. ونختم الفيديو بكلمة الحق ربيع الاخيرة، ان شاء الله نشوفكم في لقاء جديد وكفاف جديد باذن الله. اوعى تنسوا تابعونا على صفحة الحج ربيع أبو خشبة على الفيسبوك، متحرمناش من متابعاتكم وعلى اليوتيوب لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.